Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup. سلام حبيباتي واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد معي انا نادية. فيديو اليوم رح يكون عن بنطلون جينز. كيف فينا من بنطلون واحد نبني عدة اوفر عدة ستايلات؟ وفيديو اليوم مو يخليك تروحي تشتري ملابس زيادة، بالعكس فيديو اليوم رح اعطيك شوية افكار من ملابس موجودة عندك فيك تطبقيها اكتر من موديل واكتر من ستايلة. وحبيباتي قبل ما نبلش فيديو اليوم حابي اذكركم مرة تانية انه ان شاء الله بالشهر الجاي هو شهر اكتوبر شهر العاشر، وخاصة بتاريخ 20/10 هو تاريخ عيد ميلادي، وقررت اوزع هدايا على متابعيني يوتيوب. لحتى تربحوا هدول هدايا ما عليكن الا تشتركوا بقناتي وكمان تضغطوا على زر الجرس هو الاسفل الفيديو عشان دايما يصلكن اشعار انه نزلت فيديو جديد على قناتي، وكمان دائما تعملوا لايك للفيديوهات تبعي، واهم اهم شيء كمان تكتبوا تحت فيديوهات تبعي تعليق، لانه اسامي اللي بيكتبوا تعليقات تحت الفيديو رح يفوتوا بمسابقة ربح بهدايا. ويا حبيباتي خلينا نبلش بفيديو اليوم. حبيباتي مع اول ستايلين فينا نلبس مع بنطلون جينز تيشيرت ابيض، وهذا ستايل كتير كتير سبور وفينا نطلع فيها باكتر من اماكن، مدرسة، تسوق، لعند رفقاتنا، وبتعطي ستايلك كتير مرتب وحلو حبيباتي. وحتى تعطي ستايل تبعك شوية حركة فيك تلبسي مع اكسسوار كحلق كبير، او تاخدي معك نظارات شمسية. بالاول ما كان يلبسوا جينز فوق جينز، بس هلا صايره موضه جديده، وحتى ولو كان القطعتين الوانها مو قريبه من بعض، يعني تكون قطعه فاتحه وقطعه غامقه، كمان ما في مشكله بتعطي ستايلين كتير رائع. لحتى تعطي ستايلين تبعك شويه حركه فيكي تاخدي معك جزدان صغير. فينا نطبق مع بنطلون جينز جاكيت خفيف، تكون هيك قماشته مورد، تعطي ستايلينج كتير سبور حلو. بهذا ستايلينج فينا نروح على اكتر من اماكن، مدرسة، تسوق، عند رفقاتنا. لا تنسي ابدا انه اكسوارا تعطي تكملة للملابس وكمان تزيد من جمال المرأة. فينا نلبس جاكيت ابيض على بنطلون جينز وبتعطي ستايلين كتير سبور واكيد كتير مرتب. ولحتى اكسر شوي من لون جاكيت ابيض طبقت معه شانتاي لون احمر فاقع، بتعطي حركة كتير حلوة وكمان بتتغير كل ستايلينج. ما
مثل ما عم تلاحظوا معي لبس فوق بنطلون جينز بلوزة لون أسود موديلة كتير عادي وما فيها أنو حركة. لحتى أعطي من بلوزة تبعي شوي ستايلينج أو حركة من المطاط فيني أربطها كلياتها مع بعض وبتعطي حركة كتير حلوة من لنهاية بلوزة. وكمان لحتى أعطي شوية حركة للملابس والستايلين تبعي فيني ألبس طوق كبير. وكمان طبقت مع شنتاي لون أسود. باعتبار نحن هلا بفصل الخريف طبقت مع بنطلون جينز بلوزة خريفية لحتى أعطي ستايلين تبعي شوية حركة طبقت مع هذا الشعر وكمان حطيت بلوزتي شوي جوات بنطلون تعطي حركة غير شكل. وهذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله عجبكم واستمتعتوا فيه يا رب. واتمنى تحطوا لي بالتعليقات تحت انو من هدول تنسيقات الملابس اللي عجبكن اكثر. وبحبكن كتير كتير واستنوا كل شيء جديد مني انا ونادية. باي.